هلا بس تلاحظوا هذا الشكل اللي احنا اخذناه من هون تراينجلر ويف فورم اللي هون، هذه في اوف تي وهذه هون تي. اذا بدي اطلع منها اي اوف تي ايش بعمل؟ بدي اشتق مش هيك؟ فالسلوب هذا كان عندي 0.05 او وات ايفر لهذا من هون، هذه عندي اي اوف تي. لاحظوا عند النقطة هاي ايش راح يصير في عندي؟ يصير في عندي discontinuity. مش هاي discontinuity؟ ايش مشكلة discontinuity؟ لما بشتقها شو بتعطيني؟ infinity. فالجيرك عندي عند النقطة هاي الجيرك عالي جدا، امبلس. الجيرك عند النقطة هاي twice الامبلس، والجيرك عند النقطة هاي يعني هذا الامبلس مساوي لهذا الامبلس. راح يصير في مش شوك، راح يصير في شعور بعدم الراحة. والشعور بعدم الراحة بالنسبة للجودس مش مشكلة، بس بالنسبة للأشخاص راح يحس بديسكمفورت. لذلك احنا قلنا بالنسبة للجودس ما في مشكلة انه يكون الجيرك انفينيتي. هذا ايش تعريف الامبلس؟ الويتس تبعه زيرو، ارتفاعه انفينيتي، والاريا تحته واحد اذا كانه يونيتي يونيت امبلس. هو طبعا هو ثيوريتيكال كونسبت، في الناحية الواقعية هو عبارة راح يكون عن بلس. بلس في له ويتس وفي له هايت، بس حاصل ضربهم بيساوي واحد او بيساوي قيمه الفاليو اللي موجود هون.